ومع دخول الحرب والعدوان على قطاع غزة أسبوعه العاشر ويومه 71، ما زال المشهد السياسي في تل أبيب يعاني من حالة ضبابية شديدة في ظل الانقسام الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو وأيضا في مجلس الحرب الإسرائيلي. ومع تبقى التساؤلات الأبرز عن الموقف الأمريكي من تهديدات نتنياهو بمنع إقامة دولة فلسطينية واقتطاع الأراضي الفلسطينية وتأثير تزايد أعداد القتلى والمصابين بين صفوف جيش الاحتلال وتدمير العديد من الآليات العسكرية، هذا موضوع نقاشنا الآن مع ضيفنا من القاهرة الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح الفلسطينية. دكتور جهاد، يعني هل تعتقد أن هناك دائرة تضيق على حكومة بنيامين نتنياهو الآن، أم أن هناك سعة من الوقت وربما من الفرص أمام حكومة نتنياهو ما زالت موجودة؟ يعني في البداية مساء الخير لك أخي أحمد ولكافة المشاهدين الكرام. نحن ندرك جيدا بأن حكومة الاحتلال لا زالت تواصل حربها الجرامية بحق الشعب الفلسطيني رغم كافة التصريحات سواء من الإدارة الأمريكية أو التصريحات الدولية أو القرارات التي اتخذت سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى حديث مجلس دول الاتحاد الأوروبي من خلال منسق السياسة الخارجية جوزيف بوريل عندما تحدث بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل كامل، إلا أن لا زالت حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل تلك المناشدات وكل تلك المواقف تحت ذريعة بأنها تريد تحقيق أهداف هذه الحرب، علما بأننا إذا نظرنا إلى الواقع سنجد بأن ما هي الأهداف التي وضعها نتنياهو. نتنياهو وضع وقال بأنه يريد القضاء على المقاومة الفلسطينية بين مزدوجين على حركة حماس ويريد تحرير الأسرى. ماذا حقق على مدار 71 يوم؟ ولكن هناك كذبة ضلل بها العالم والرأي العام الدولي نتنياهو في بداية هذه المعركة عندما قال بأنه يستهدف حركة حماس ويستهدف المقاومة الفلسطينية. هو يستهدف الكل الفلسطيني ويستهدف الشعب الفلسطيني لأن حجم التدمير الذي قامت به دولة الاحتلال وحجم الشهداء والضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان لا يدلل بأن دولة الاحتلال ذاهبة، وكما ادعى نتنياهو بأنه يريد تدمير المقاومة الفلسطينية لأن أكثر من 70% هم من الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت كل مقومات الحياة في قطاع غزة سواء من بنى تحتية أو من شبكات مياه، كهرباء، اتصالات، صرف صحي، مستشفيات، مدارس، جامعات، كل ذلك دمر، تم تدميره، وكأن الحرب هي على الشعب الفلسطيني وليس على دكتور جهاد. يعني في هذا تقول الإحصاءات إنه في الأسبوع الذي زار فيه سوليفان تل أبيب شن الاحتلال الإسرائيلي 500 غارة في ذلك الأسبوع بمعدل 71 غارة يوميا. إذا لا مجال الآن عن الحديث عن جهود دبلوماسية لربما لتهدئة الأوضاع، لعدم استهداف مدنيين، للحديث عما بعد العدوان على غزة، هذا حديث في جانب والتصرفات الإسرائيلية كما تقول الأرقام في جانب آخر. يعني أعتقد كذلك، يعني أعود بقليل إلى تساؤلك الأول، هل تضيق الأمور على حكومة نتنياهو أم أن هناك متسع من الوقت؟ أعتقد بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية رغم كل الاعتراضات التي تجري من أهالي الأسرى المتواجدين لدى المقاومة الفلسطينية هي اعتراضات محدودة، ولكن أكثر من 57 إلى 60% في آخر استطلاعات للرأي بداخل دولة الاحتلال هم يميلون إلى اليمين ويدعون إلى مواصلة العملية العسكرية. هذا من جانب. المؤتمر الصحفي الذي عقده جانتس والذي تحدث به بأنه مع وحدة إسرائيل بشكل موحد وعدم الذهاب إلى ما يسمى بعزل نتنياهو أو الدعوة إلى عزل لكن نتنياهو. دكتور جهاد، يعني يحدث هذا رغم دعوات بعض أسر المحتجزين بالإضراب عن الطعام بتصعيد الموقف أمام حكومة نتنياهو بالإضراب عن الطعام؟ يعني أعتقد بأن نتنياهو لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا أنه يريد إطالة أمد العملية العسكرية، ونحن نرى عندما يتم أو بالعملية العسكرية هو لم يستطع أن يحقق أي إنجاز على الأرض متعلق بتحرير الأسرى، فقط استطاع أن يعيد مجموعة من الأسرى بفضل الجهود المصرية والقطرية والأمريكية التي بذلت في 7 أيام من الهدن والتي تم التفاوض بشأنها على إطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين، ولكن على أرض الواقع لم يستطع نتنياهو، ولذلك هو لا ينظر وإنما فقط يتباكى أمام الشاشات وأمام مجموعة من المواطنين بأن قلبه ينفطر على ما يحدث لهؤلاء الأسرى
في المقابل هو يعطي أوامر وينفذ تعليمات جيشه بالمزيد من عمليات القتل وعمليات التدمير. هذا من جانب. من جانب آخر، الإدارة الأمريكية باستطاعتها أن توقف الحرب خلال ساعة، مما إذا قامت بإصدار الأوامر إلى نتنياهو أو قامت بإغلاق مخازن أسلحتها ووقفت الدعم الذي يقدم إلى دولة الاحتلال، ستتوقف الحرب ولن يجد نتنياهو. هذا مفهوم دكتور جهاد، لكنه نفسه نتنياهو أيضا الذي ربما كان موقفه صلبا أمام فكرة إنهاء الحرب أو تخفيف العدوان الإسرائيلي، هو نفسه الآن الذي أعطى تصريحا لرئيس الموساد بأن يتفاوض لإيجاد هدنة إنسانية ربما يتم بعدها أو خلالها تبادل للأسرى والمحتجزين. فبالتالي هو نفسه نتنياهو الذي يرضخ الآن لما رفضه قبل أسبوع فقط. لذلك هو نتنياهو يسير بمنهج محدد ومنظم ومرتب، يعتمد على أسلوب المناورة، عمليات القتل ومواصلة القتل ومن ثم العودة إلى هدنة أو مفاوضات متعلقة بإطلاق سراح الأسرى ومن ثم العودة إلى قتال. لم يذهب نتنياهو إلى فكرة وقف إطلاق النار الدائم الذي نادت به 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما صوتت على مشروع القرار المصري الذي قدمته مصر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك نتنياهو يتلاعب بالوقت لأنه يدرك جيدا بانتهاء الحرب إذن ستشكل لجان لتقييم الأوضاع والأحداث التي جرت وحجم الخسائر، وسيتحمل نتنياهو المسؤولية الكبرى، سينفرط عقد حكومته. ولذلك هو الآن يحاول الحفاظ على أكبر قدر من ترابط أو تماسك هذه الحكومة، لأن مصلحة اليمين المتطرف مع نتنياهو سواء بن غفير أو سومتريش الأحزاب اليمينية المتطرفة هي تتلاقى مصلحتها مع نتنياهو. نتنياهو يريد أن يبقى رئيسا للوزراء، وهؤلاء إذا انفرط عقد الحكومة لن يعودوا إلى الحكومة مرة أخرى. وانفرط عقد الحكومة كان أحد طلبات جيك سوليفان قبل زيارته لتل أبيب، وربما عرض هذا الأمر على نتنياهو، وحتى الآن لم نرى صدى لهذا الطلب الأمريكي، والذي جاء بإعاز أصلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. فبالتالي نفس النهج الإسرائيلي مستمر رغم كل الضغوط التي تواجهها أو يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي. الآن ميناء إيلات ربما شبه فارغ من سفن الشحن التي توقفت عند مضيق باب المندب بسبب استهدافات الحوثيين. فبالتالي هناك أكثر من ضغط، وما زالت الحكومة على وحدتها، حكومة الحرب تحديدا وممثلو اليمين فيها موجودون ما زالوا على مقاعدهم. يعني هذه التقاء المصالح هذا من جانب. من جانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الدعم الكامل بمليارات الدولارات إلى دولة الاحتلال لتعويضها عن كافة الخسائر التي تعرضت لها. جاك سوليفان عندما جاء إلى نتنياهو قبل أيام وتحدث معه حول، هو جاء لتقييم العملية العسكرية، والأسبوع في خلال هذا الأسبوع سيكون زيارة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المنطقة، يرافقه قائد الجيش الأمريكي للقيام أو للوقوف إلى أين وصلت هذه العملية، لأن الإدارة الأمريكية بدأت تشعر بأن هناك خطرا محدق بها، وخاصة هي مقبلة على عام الانتخابات الأمريكية، والتي جميعنا يدرك بأن هذا العام يسمى، أو الإدارة الأمريكية تسمى في العام الأخير قبل الانتخابات، هي تسمى بالبطل العرجاء، أي بمعنى أن إدارة بايدن تحاول الحصول أو إعادة الثقة من خلال الناخبين الذين أعلنوا بأنهم لن ينتخبوا الديمقراطيين ولن ينتخبوا بايدن. لأننا نتحدث عن 60% من الشباب الأمريكي الذي أعطى أصواته إلى إدارة بايدن لن يعطيها مرة أخرى نتيجة المواقف التي اتخذتها إدارة بايدن. ولكن في إطار السياق العام نجد بأن كل كافة المواقف التي يتم التعبير عنها، سواء التي عبر عنها الرئيس بايدن أو جاك سوليفان أو أنتوني بلينكن أو لويد أوستن، كل هذه المواقف هي عبارة عن ضرب للرماد بالعيون، أي بمعنى هي تمنح دولة الاحتلال المزيد من الوقت، وهي تريد أن تقف على العملية إلى أين وصلت في تحقيق أهدافها حتى تستطيع أن توفر الغطاء السياسي والغطاء القانوني في إطار المنظمات الدولية، وتريد تقديم أو حصر تقديم عملية الدعم كيفية إسناد دولة الاحتلال. ولذلك كان تصريح
كيربي مسؤول الاتصال الاستراتيجي يوم أمس عندما قال نحن مع إسرائيل حتى انتهاء العملية وسنكون سند وداعم أو مساندين لإسرائيل في كافة عملياتها العسكرية، أي بمعنى كل الأقوال التي سبقت ذلك أو محاولة ادعاء بأن هناك خلافا ما بين إدارة بايدن وما بين حكومة نتنياهو أعتقد بأنه غير واقع وغير صحيح هذا الأمر، لأن إدارة بايدن هي التي تمتلك الحل وهي التي تمتلك المفتاح الحل في المنطقة. إذا اتخذت قرارا في برفع الغطاء سواء القانوني في مجلس الأمن، برفع الغطاء السياسي، برفع غطاء الدعم الاستراتيجي سواء اللوجستي أو المادي أو العسكري عن دولة الاحتلال، سيلحق بها بريطانيا والعديد من دول العالم أو من الدول الغربية، ستلحق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، إذن ستصبح دولة الاحتلال في حالة من العزلة، مما سيضطرها إلى الخضوع إلى القرارات التي ستصدر أو إلى الموقف العالمي الذي ينادي بوقف إطلاق النار. هذا الأمر الذي يجب أن يدركه الجميع بأن إدارة بايدن إذا أرادت الحقيقة تستطيع تنفيذها على أرض الواقع، ولكن إذا أرادت كسب أصوات مجموعة من الناخبين لإعادة الثقة فيما يتعلق خاصة بقضايا حقوق الإنسان، لأن العالم يعني كما نقول انفجر غضبا من الصور التي شاهدها والفيديوهات وحجم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. السيناتور ساندرز في مجلس الشيوخ الأمريكي وفي الكونغرس الأمريكي تحدث وقال لإدارة بايدن وقال لهم جميعا إلى متى تنتظرون، يجب ربط المساعدات إلى إسرائيل باحترام حقوق الإنسان بوقف اعتداءاتها بناء احتلالها للأراضي الفلسطينية وعاد حقوق الشعب الفلسطيني. وهذا الأمر انعكس كذلك في البرلمان البريطاني عندما وقف أحد أعضاء البرلمان وطالب سوناك بموقف حقيقي اتجاه ما يجري وسأله ماذا تنتظرون، هل تنتظر قتل أكثر من 2000 طفل إلى أن يأتي الكريسماس وتراهم وهم مقتولين على يد قوات الاحتلال وتسير في الركب الأمريكي؟ حالة التغير هذه جميعا الولايات المتحدة تريد أن تعيد الثقة، وخاصة بعد أن وجدت نفسها معزولة مع 5 أو 10 دول صوتت ضد مشروع القرار في الأمم المتحدة، منها 5 دول غير مذكورة على الخارطة الدولية. إذن نحن أمام سياقات حقيقية يجب النظر إليها بعين المتفحص أو بعين السياسي المحلل الذي يرى بأن كافة المواقف يجب أن تكون هي تعبير عن واقع وهي تنفذ على أرض الواقع، وليس أقوال مجرد أقوال أو تصريحات تصدر لا تغني ولا تسمن من جوع ولا توقف آلة الدمار وآلة القتل الإسرائيلية التي تتوغل أو تتغول في دكتور جهاد. إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية متوقف في بعض المراحل ربما على فهم ما هو بنك أهداف إسرائيل في هذا التوغل، في هذا الإغال، في القتل والتدمير في كل قطاع غزة شمالا ووسطا وجنوبا. حتى الآن بنك الأهداف غير محدد بشكل دقيق حتى نعرف نهاية لهذا النفق، يعني إذا كان استهداف لعناصر الفصائل هذا لم يحدث حتى الآن، ربما تدمير البنى الأساسية للفصائل الفلسطينية هذا لم يحدث حتى الآن، ربما ما حدث هو تدمير البنى الأساسية الحياتية للناس، تجويع، قتل، إصابات مستمرة. فبالتالي بنك الأهداف غير معروف الآن، أم أن وراء الأكمة ما لا نراه هناك أهداف إسرائيلية أخرى أعطيت إسرائيل بموجبها 6 أسابيع كما قال سوليفان حتى تنهي هذه العملية؟ يعني أعتقد بأن المخطط كان واضحا منذ البداية، ألا وهو إما إبادة للشعب الفلسطيني وإما تهجير قسري يمارس على الشعب الفلسطيني، وهو المخطط الذي جاء به سومتريش وعرضه أمام الكنيسة عام 2017 ولكن لم يستطع تنفيذه لأنه لم يكن جزءا من الحكومة الإسرائيلية. ولكن اليوم بما أن اليوم سومتريش وبن غفير هم المسيطرين على الحكومة مع المتطرف الأكبر أو زعيم اليمين المتطرف الإسرائيلي نتنياهو، هم يريدوا تنفيذ هذا المخطط، ولذلك أفصح سومتريش بكل صراحة عن رغبتي بعملية تهجير كامل للشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهو الذي قال في خطته التي عرضها أمام الحكومة إما أن يقبل الفلسطينيين بأن يكونوا عبيد أو من درجة عاشرة يعاملوا في دولة إسرائيل دون أدنى حقوق سواء مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وإما أن يهجر أو ترانسفر مشروع ترانسفر إلى خارج الأراضي، وإما عملية القتل والإبادة. ولذلك عندما وجدت إسرائيل
متسعا من الوقت أو أخذت ذريعة فيما يتعلق ما بعد 7 أكتوبر، أرادت تنفيذ من هذا المخطط بدءا بعملية لكي الوعي. نحن نريد استهداف المقاومة وتحت ما بين مزدوجين حق الدفاع الشرعي، ولكن هي تريد حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، وهذا ما لمسناه. فشل مخطط التهجير القسري الذي كان هناك سدا منيعا وحصينا، عندما أعلنت مصر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر تقف سدا ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني وترفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، وترفض أن تحل القضية الفلسطينية على حساب الدول الأخرى أو الدول المجاورة. وهذا الموقف الذي أصبح يتبناه العالم بأسره بما فيها الإدارة الأمريكية. لجأت إسرائيل إلى حرب الإبادة. حرب الإبادة لم تجدي نفعا مع الشعب الفلسطيني. هناك أكثر من 450 ألف مواطن في مناطق شمال غزة ومنطقة ومدينة غزة لا زالوا صامدين ومتمسكين بالبقاء في أرضهم وفي بيوتهم، رغم كافة النداءات التي دعتهم إلى الذهاب إلى المناطق الجنوبية، والتي بالأساس هي مناطق غير آمنة لأنها تستهدف في كل لحظة، مدينة رفح، مدينة خان يونس. لجأت دولة الاحتلال إلى أسلوب آخر، هذا الأسلوب الذي يتمثل كما تفضلت بتدمير كافة مقومات الحياة في قطاع غزة. وهذا الأمر، تدمير كافة مقومات الحياة في قطاع غزة، يستمر سنوات وسنوات، وليس سنة واحدة أو عامين أو 3 أعوام، بل يستمر عشرات السنوات، لأننا نتحدث عن تدمير للبنية التحتية من شبكات مياه كهرباء، من مستشفيات، من مدارس، من جامعات، من مساجد، من كنائس، من كل ما يتعلق بمقومات الحياة التي يمكن أن تكون للإنسان ويستطيع أن يتعايش معها. ولذلك هي دفعت المواطنين باتجاه مدينة رفح التي لا تتسع لأكثر من 200 ألف شخص، هي الآن يوجد بها أكثر من 1,100,000 شخص، مما ترتب عليه تفشي الأمراض وتفشي الأوبئة ما بين المواطنين النازحين في هذه المنطقة. ولكن حتى يكون معلوما للجميع بأن الشعب الفلسطيني لازال متمسك بالبقاء في أرضه، رغم آلة القتل، رغم حالة التشريد، رغم الظروف المأساوية التي يعيشها منها الشعب الفلسطيني، لأنهم متمسكين. وفقط للمعلومة، حتى يكون معلوما للمشاهد، بأنه أثناء فترة الهدنة 7 أيام عاد من مصر من العالقين الذين كانوا متواجدين في الأراضي المصرية، عاد إلى قطاع غزة أكثر من 2,000 شخص، وهي رسالة بأن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، علما بأن هؤلاء الأشخاص معظمهم من فقد بيته أو فقد عائلته، ولكن آثروا على أنفسهم بالعودة إلى هذه المناطق. الجرحى الذين يعالجون بالمستشفيات المصرية والذين أكملوا علاجهم، مجرد الجريح أن يكمل علاجه يطلب الإذن بالمغادرة والعودة إلى الوطن. دكتور جاد، وقد كنت أنا شخصيا شاهدا على ما يحدث، التقيت عدد من العائدين مرة أخرى إلى قطاع غزة، وأكدوا تمسكهم الشديد بالأرض، أن يكونوا قريبين من أقربائهم وأسرهم في مثل هذه المواجهات، رغم كل ما يمكن أن يواجهوه من أخطار مباشرة على حياتهم، كنت شاهدا على ذلك. لكن على الجانب الآخر دكتور جهاد، إسرائيل تخسر كثيرا في عدوانها المستمر على قطاع غزة. سأقول لك إحصاء، في 3 أيام فقط خسرت إسرائيل 72 آلية عسكرية بمعدل 24 آلية في اليوم الواحد، خسرت 36 جنديا في 3 أيام بمعدل 12 جنديا في اليوم الواحد. هذه أكبر خسارات عسكرية تخسرها إسرائيل كما قال محللون كثيرون، وقالوا أيضا إن الفصائل الفلسطينية بوجودها على الأرض، مواجهتها البرية مع القوات الإسرائيلية، تحرز تقدم الجندي الإسرائيلي بعيدا عن آلياته البعيدة عن المواجهة في الطائرات والمدافع وما إلى ذلك، هو جندي ضعيف. فبالتالي إسرائيل عملياتيا بريا تخسر، إلى أي مدى يمكن أن تستمر في قدرتها وتحملها لهذه الخسارات؟ يعني أعتقد بأن منذ البداية كان نتنياهو يعتقد بأنه سيذهب في نزهة إلى قطاع غزة،
تستمر أسبوع أو أسبوعين، كما قال للإدارة الأمريكية وأبلغ العديد من الدول الغربية الذين هو على اتصال بهم، قال بأنهم أنا خلال أي أسبوعين سأكون قد أنهيت العملية، وهو يعتقد بأنه ذهب إلى نزهة خلوية في قطاع غزة، غير مدرك بأن الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بأرض والذي يدافع عنها والذي يقاوم في كافة الأماكن، سواء في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في كل في المدينة القدس، في كل الأماكن، هو لن يخاف ولن يستطيع آلة الاحتلال أن تزرع حالة من الخوف أو الرعب أو الإرهاب النفسي بداخل المواطن الفلسطيني الذي يتقبل أو يتكيف مع كافة الظروف في مواجهة، للتأكيد على أنه لازال متمسك بأرضه. ولذلك حجم الخسائر التي تلقتها دولة الاحتلال خلال هذه الحرب التي تشن على قطاع غزة هي فقط أي حرب دخلتها مسبقا معتقدة بأنها تستطيع أن تتقدم، وهي كيف تقدمت خلال هذه المحاور، هي استخدمت سياسة الأرض المحروقة التي استندت إلى القصف الطائرات بشكل كامل والمدفعية، واستطاعت أن تتوغل في أراضي كما نقول أراضي نائية وأراضي كما تسمى بالمصطلح العسكري أراضي طرية وأراضي خصبة، لم تتقدم في الأماكن السكنية إلا بعملية تدمير كامل أو بسياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها، حتى بأن حالة الرعب التي لدى الجندي الإسرائيلي ولدى الجنود الإسرائيليين هي تطغى عليهم بأنهم قد قاموا بقتل بعضهم. وهناك عندما أعلنت دولة الاحتلال بأن هناك أكثر من 20 جندي إسرائيلي قد قتلوا بنيران صديقة، هذا من جانب، من جانب آخر عندما قاتلوا بالأمس 3 من الرهائن الذين خرجوا رافعين الراية البيضاء واشتبهوا بأنهم من الفلسطينيين وقتلوهم، وهذا يدلل على أن هذه الحكومة هي لا تلتزم بقوانين الحرب أو لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية أو لا علاقة لها بقوانين الاشتباك. ولذلك هي عندما قامت بعملية القتل هي رسالة واضحة للعالم بأسره بأن ما تشنه دولة الاحتلال هي حرب انتقامية أو حرب تصفوية للشعب الفلسطيني، تريد تصفية الشعب الفلسطيني. كل تلك الخسائر تنعكس سلبا طبعا على نتنياهو الذي يتباكى والذي يحاول أن يطمئن الجمهور الإسرائيلي بأن قواته تتقدم وبأن قواته ستحرز العملية أو ستنفذ. لكن دكتور جهاد الداخل